والله طبعا هو معرض ايجي ميديكا احنا بدأنا فيه من سنة 2001، ولكن كان سابق ليه حوالي سنتين دراسة. ايه هو الاحتياج للسوق المصري او المجتمع المصري؟ ويمكن اهم المجالات اللي احنا لقيناها ان مجال الصحة او مجال الطبي. درسنا وزورنا معارض الخارجية، ومن هنا جه اسم كلمة ايجي ميديكا. والله هو ايجي ميديكا يمكن في بدايته كان بيهتم بكل وكافة تجهيزات العيادات والمستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة وبرضو مراكز الأسنان وكل المستهلكات والمستلزمات الطبية. فبدأنا نعمل سيكشن رئيسي من ايجي ميديكا سميناه ايجي لاب ميديسن. وايجي لاب ميديسن هو يخص حاليا دلوقتي كافة تجهيزات المعامل، سواء تجهيزات او مستهلكات او مستلزمات، لان اي تشخيص اي مرض او اي علاج صحيح بيبدا من التشخيص السليم. واي طبيب بالنسبه له المعامل او قطاع الطب المعملي اصبح مكمل للمجهود الكبير اللي بيقوم بيه لتحديد علاج سليم. هو ده الجزء الجديد اللي احنا بدانا فيه من 5 سنين بالتحديد، وبدانا نجسد صالات عرض معينه للطب المعملي، واصبحت ليها اقبال ضخم جدا من داخل مصر او من خارج مصر كزوار.